عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا معكم، أنا فاطمة الجاوي. مرة وحشتني الكاميرا قسم بيت الله. خليني أقول لكم حاجة، أوبس. أنا بعت جهازي اللي كنت أسوي عليه الإيديت ما الإيديت، فلما بعته أتورط مع الجهازين، عندي ماك وعندي ويندوز. السرعة حقة التحرير أو الإيديت أو المونتاج عليهم قسم بيت الله الشيء اللي كده يعني أحس يطعني، يعني كده لدرجة خلاص إن شاء الله يفتح علي وأشتري جهاز جديد. بس صراحة في مواضيع كده ما أحس إني أبغى أجلها، يعني زي الموضوع هذا، فما علينا ادعوا لي. هو صعب اقول لكم خبر مفرح، انه الحمد لله طلعت من شهادتي من إدارة معادلة الشهادات، والحمد لله انبسطت مرة انهم ما جحفوني. هذه قصة طويلة عريضة بعدين احكيكم عليها. anyways فباركولي اللي ما يعرف انه انا اصلا عندي قناة في الفتنس، كنت فتحتها من بداية 2018، بس يعني بناء على نصيحة احد الخبراء اقوله شكرا، انا راح اقفلها وراح انزل كل فيديوهاتها في القناة هذه. فان شاء الله عما قريب حتشوفوا فيديوهات كده فجأة تنزل كتير، فروحوا شوفوها. اذا ما انتم مشتركين في القناة سووا اشتراك وسووا لايك قبل ابدا، وكمان شاركوا الحلقة مع الناس اللي يهمكم امرها وموضوعهم يشبه موضوعي. خليني اقول لكم يعني هنزل لكم سلسلة عن حكايتي مع السمنة. ففي الحلقة هذه حنزل عن كيف نزلت وزني من غير قصد، وبعدين حنزل عن كيف نزلت وزني بقصد، وبعدين في اشياء تانية كده تناتيف عن السمنة ما السمنة. ان شاء الله بحول الله برجع انزل يعني مواضيع كده على شكل سلسلة. فخلونا في موضوع اليوم، كتبتها في نوتس عشان ايش؟ عشان الكلام طويل. خليني اقول لكم الوزن اللي بدأت فيه 90 كيلو اللي بدأت فيه، هذا كان اعلى وزن وصلت له. وبعدين دحين انا وزني حاليا 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 65 كيلو. على فكرة بدأت كيتو دايت، فاللي حب اللي بادئ كيتو دايت وحب افكار تابعني على حسابي في الانستغرام، ترى دايما انزل وصفات والستوري عندي فعال. طيب كيف كان نزول وزني من غير قصد؟ خلينا نبدأ من 2012 لأنه هو اللي كان الفترة اللي أعلى وزن فيه وصلت له. أنا أول ما بعثوني كانت بعثتي في ولاية هاواي، وتعرفوا هاواي يعني ولاية كلها 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 أكتيفيتيز، يعني مستحيل يمر عليك يوم ما يكون فيه يعني أي نوع من النشاط، سواء مشي سواء هايكينج سواء سيرفينج. يعني النشاط اللي كنت أسويه ما كان نفس النشاط اللي أسويه في السعودية أكيد 100%، فيعني تخيلوا السعرات اللي كنت أنزلها مرة كثير. السبب الثاني، أنا وقفت تماما إني أشرب غازيات من 2011، يعني لأنه الغازيات تسبب لي ألم مرة شديد، فحرمت أشربها، لا هي ولا الغازيات اللي فيها زيرو كالوريز كمان، مرة 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 ما أشربها. فأنا كده أكون وفرت على نفسي كالوريز، يعني 150 كالوري بير علبة. وبرجع وأقول إنه أنا حاليا ما أشرب حتى الزيرو، لأنه فيها موضوع أبغى أفتحه معاكم بعدين إن شاء الله بإذن الله. طيب السبب الثالث، أنا نهائيا 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 ما أشرب عصيرات، لا عصيرات طازجة ولا عصيرات معلبة ولا نكتار ولا 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 من دي الأشياء، لأنه ما تتخيلوا كمية السكريات الموجودة في كاسة واحدة من العصيرات حتى لو عصيرات طبيعية. This is bullshit. أو لو مرة 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 اشتهيت أسوي سموذي في البيت، نوع واحد من الفاكهة والباقي خضار. وإن شاء الله بإذن الله ناوي أنزل لكم وصفات على القناة، فكمان خلوا عينكم على الانستغرام. السبب الرابع، انا مرة احب الطبخ، فمن النوع اللي افتح الثلاجه اشوف ايش فيه اقوم اخترع لي وصفه، واحب كمان اخلي الناس يعني يدوقوا اكلي. يعني لو تسالوني نطلع برا مطعم ولا ناكل في البيت اطبخ، اقول لكم اطبخ. فانا كده بالحركه هذه سيفت على نفسي كالوريز مره كتير، لو تعرفوا تاكلوا من برا قد ما تكونوا حريصين قد ما تكونوا حريصين ما يكون الاكل يعني نظيف قد ما انتوا تطبخوا في البيت. وعلى فكرة المطاعم تستخدم زيت وزبدة بشكل مو طبيعي، غير الأملاح غير المتر، عاد تعرفوا انتوا باقي البلاوي. السبب الخامس، أقول لكم حاجة، أنا صار لي يمكن 6 سنين في أمريكا، يمكن المرات اللي قليت فيها
ما أذكرها ماني يعني ما أذكرها ما أذكرها. أنا إنسانة ما أقلي أبداً يعني الزيت هذا الديب فراي مرة 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 ما أسوي يعني حتى قلاية ما عندي قلاية. فا أهلي دائماً كانوا يسووا وصفة اللي هي القرنبيط أو الزهرة كده يسووا لها زي الخلطة بالبهارات والبيض وبعدين يقلوها. أنا أعشق الأكلة هذه مرة بشكل مو طبيعي. فلما كنت في أمريكا كنت أسوي نفس الخلطة ونفس كل حاجة وأدخلها الفرن، حتى المصقعة كنت أدخل المصقعة الفرن، الفرايز كمان كنت أسويها في الفرن. وريسنتلي اشتريت إير فراير، والله الماكينة هذه مرة 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 فظيعة. فأنا ما أقلي الأكل وحاول أخترع ألف طريقة وطريقة عشان أتجنب الديب فراي. وكمان بقول لكم أنه أنا أبداً 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 ما أشتري الكراتين هذه المقليات زي النجتس والأشياء هذه تجي التانية، النجوم والقلوب دي المدريش. كنت أشتري برجر بس دحين حالياً أسوي البرجرز بنفسي في البيت، ومرة الطريقة سهلة ولذيذة لذيذة بشكل ما تتخيلوه. حتى الزيوت في البيت بس عندي زيت الزيتون وزيت جوز الهند، that's it. ما أشتري زيت الخضار هذا مرة كثير، نادراً نادراً نادراً. السبب السادس للأمانة إنه أنا من الناس اللي يحطوا ميزانية لنفسهم، يعني حتى ميزانية الأكل يعني قديش أصرف فلوس عشان أكل برا، لأنه الأكل برا ترى مرة يكلف فلوس إلى الآن كمان. يعني شوفوا لسه ما استلمت وظيفة وما أدري إيش، فما أصرف فلوس كثير في الأكل برا، يعني يمكن مرتين في الشهر إذا مرة يعني أبغى فلة وناسة. هو صح كان أصلاً الموضوع إنه أسيف ميزانية أكثر من إنه أنحف، بس مرة فادني كثير. السبب السابع إنه في هاواي غير إنه هي مكان فيه له أكتيفيتيز مرة كثير، كنت ما عندي سيارة فكنت أمشي 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 مشي ما شاء الله مرة مجنون. فنفس الحكاية صارت لي في أريزونا، لأن أول سنة ما كان عندي سيارة، بس الكامبس يعني كل كامبس وكامبس الحرم الجامعي مرة وسيع، يعني تفحطوا وأنتوا ماشيين فيه. السبب الثامن انه انا انسانه موقفه تماما 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 الحلويات هذه، القميز والبيرز وما ادري ايش اللي فيها سكر، هذه ملغمه بالسكر. حتى لبان انا ما امضغ لبان، فيعني انتم ما تتخيلوا كميه السوء من السكر اللي في الحلويات هذه. فانا انسانه يعني لما استطعمها كده يجيني دوخه ويجيني الله يكرمكم غوشان كده، يعني من كتر الطعم السكر اللي فيها. فابدا ابدا ما اشتريها ولا ادخلها بيتي. السبب التاسع انه انا لاحظت نفسي من النوع اللي لما كنت اقضي كنت اشتري كيس سكر ابو كيلو، بس لاحظت انه كيس السكر ده ابو كيلو يقعد عندي اقل شيء سنتين. صراحه ما اعرف السبب، مع انه انا مره احب الحلا بس ما كنت استهلك كميه سكر مجنونه. طيب كده اكون خلصت معاكم من الاسباب. بقول لكم انه ممكن انا وانت ترى ما نستعني بدي الاشياء، بس من جد من جد من جد والله العظيم اقول لكم انها غيرت حياتي بشكل انا يعني ما كنت مستوعبته. لو ان شاء الله لقيت صور زيادة لي بنزلها على حسابي في الانستغرام. روحوا تابعوني على الانستغرام ازول، ولا تنسوا تسووا لايك وتشتركوا في القناة وتشاركوا الحلقة هذه. بإذن الله بإذن الله موضوع الحلقة الجاية حيكون تكملة. يلا اشوفكم الحلقة الجاية، سلام.